ينقصها برشا حاجات، ينقصها النظافة في اللحوم، ينقصها المشاريع الكبرى، محلات تجارية، نطالبوا مناطق خضراء، نطالبوا منتزه، نطالبوا مناطق نتفردوا فيها احنا وصغارنا. استاذ عنده توا عامين وعدينه التو ما هزوا له حيوط، ما عندنا حتى شيء، عندنا فضاء دار الشاب يسكر بالوقت، وقت الناس تخرج من المدارس وتخرج باش تتفرهد يتسكر، عامله وقت اداري وقت على حسب المدارس، وقتاش باش يبقى لحد السبت تسكر. مثلا الصغيرات ما عندهمش وين يلعبوا، ما عندناش بلاصه وين نمشوا نتفرهدوا فيها، ناقصه برشا حاجات. في الصيف تكثر الوشواشه، تكثر برشا حاجات حصيلوا. إن شاء الله يكملوا يحلونا مشكلة الواد هذه اللي بيننا وبين قصر هلال، واني ما من رأيك طبعا معناها نحلم ديما بقاعة رياضية في بحجر. معناها نحبوا البلدية تصلح الوضع للناس وتجيب لنا الوسائل الضرورية اللي لازمها تكون، كيما لوناس، كيما النظافة، كيما الكيسات، كيما حديقة عمومية لوليداتنا، كيما الحدائق مناطق الخضرة لولادنا، كيما برشا حاجات. عندنا مشكلة لوناس احنا في لمطة اللي يضر برشا العباد، ومعناها هذيك هي المشكلة الأساسية في البلاد. وثاني حاجة عندنا برشا مناطق ديزون روج، معناها أثرية كيما نقولوا احنا، فما برشا ناس عندهم أملاك ما قاوش كيفاش يبنيو، ما قاوش كيفاش يتصرفوا، فما ناس ما عندهمش فلوس يحب يبيعوا. لمطة كلها مريضة من الناس، خاطر كل راجع علينا احنا هنا. نحبوا دينا نظيفة، نحبوا التسهيلات، في واحد كيف يعمل ورقة ولا حاجة يلقاها سهلة. ماذا بينا على بلايص خضرة كيف النكة الأخرى، معناتها واحد كي يخرج من الحومة يلقى فين يقعد، معناها يحسونا شوية من الزبل اللي مطيشة في البلايص هذوما. ماذا بينا يعملنا شوية فضاءات خلينا نتفرهد ونقاو ونمشي، وحتى في الأوقات الراحة معنا. المشكل هو البنية التحتية، راه وقت تصب مطر تبدا تقول هذه خاصة السوق الجروك مثلا. ما عندناش، ماشي قاعدة تنفذ في القرارات تاع الهدم البلدي صراحة، فماش حتى مكان ترفيهي للشباب الصغيرات، وتصب مطر معناها تغرق البلاد. عندنا الانتراج تاع الساحل اذا ناقصوا ترانيت برشا، عندنا الكياسات، وعندنا واحد وسط البلاد مش بهي تنقص كان النظافة وقوة ونقص حتى شيء. ما ثماش صرف صحي مريقل، طرقات كيف ماهيش متعهدة بالصيانة، والكراهب الكل تنجم تقول منها حالة. واحد يبني ب200 مليون، الآخر يجي يحط بجنبه وياخذ نوره ب10 ملايين يحط فيه كوري بقرط. مرشي نتاع جمال، مرشي حالة ما فيه ما يخدم، مرشي راقد نجم يخدم الجملة وتفصيل. نتمنى أني المرشي هذا خاصة نتاع جمال يرجع لعهده القديم. تريتوارات قاعدة تستغل فيها الكراهب، وثاني حاجة نقصتنا إنارة هنا في مدينتنا، تلقى لمبة تشعل ولمبة طافية. الساحلين تنقصها برشا حاجات، عندنا البنية التحتية برشا بلايس معناها من ناحية ديوان التطهير ناقصة برشا، والكياسات مكسرة برشا، ما تم حتى أي فضاء في الساحلين متاع الصغيرات، وحتى ما هيش موجودة حتى منطقة خضراء. عندنا في الحوم ما هيش جاهزة، وعندنا شوية نقص في المياه وفي الضوء، فما حوم ما يمشي لهمش الماء، وما فيهمش ماء وما فيهمش ضوء إلي لحد الآن. معناها الكياسات لازمها تنضاف، ومعناها
وظروفها تتحسن. هنا ما ثماش ما فيهاش مناقش مثلا نتاع صغيرات في ان يتمتعوا ويلعبوا. كرهبنا مشات، الدنيا تكسرت، ما فما حد شيء بصراحه. الحي هذا جديد عنده قرابات العشر سنين، من اللي جينا نفس الكياس نفس الطريق نفس الحل. احنا عندنا مشكل الطرقات خاصه والضوء في الليل كو. ما فماش عندنا بوتو مره يشعل ما هو 10000 يتحرق يقعد باك الديري الله اعلم وقت يجي يبدلوه. جماعة ما البرش حاجات ناقصة كمان، جست حاجنا بشوية نظافة وشوية كياسات. بلا ناقصنا الكاسات، ناقصتنا الوناس، ناقصتنا فهمتني عن البنيه التحتيه ماهيش باهيه. باش عندك باش تهز صغيرك البلاصه هكا ولا هكا ما ثماش، باش يلعبوا في الصغار ولا نادي ولا حاجه ما ثماش. ناقصتنا البنيه التحتيه، كاسات وانا تشوفها كفنيه، بلاد من الثوره لتوا بمك بملا ما صار فيها حتى شيء. استاذ ما يخلوناش نكوروا فيه، حتى عندنا بارتي اخرى نكوروا فيها ما يخلوناش نكوروا فيها. قال لك كلم البلديه باش تكري لك استاد كوروا فيها، امشي لحوم وكور في كياسات. لانه احنا بلديه مشتركه ما بين بمبلا والمنار، حبوا الوخيان في البلديه لما ينجحوا بحول الله يكونوا واقعيين. توا بالنسبه للاضواء والطرقات والنظافه، هذه بالطبيعه اوكد الاشياء اللي معناها بلدتنا بها. ناقصنا الثنايا، ناقصنا المكاتب، ناقصنا كل شيء. في الاضواء كل طاف في الليل الواحد يخاف. كياسات. ما محفرين الكل وحتى واحد ما هو معمول. ناقصين كثير، برشا ديار ناقص الماء، برشا ديار ناقص الضوء، وبرشا خدمات اجتماعيه بصفه عامه. نستناو في الكياسات باش يتريقلوا، خاطر الثنايات حاله مقربه ثنايات، ديما احنا نصلحوا في الكرهبه نتاعنا. تحسن في الجرده مثال، تحسن تعمل لنا حاجه ثقافيه في البلاد، تحسن لنا في البحر، بحر عباره زبله عنا. تنظف لنا البحر نتاعنا، على خاطر البحر نتاعنا سبب برشا تلوث، والتلوث هذا مرض لنا بريسك قصيبه كامله ولات مرضى بالمرض الخايف. ناقصها معناش الاولاد وين يلعبوا. الملعب نتاعنا ما فيش اونترينمون للصغار بلاش فلوس، الناس كل يا بالفلوس يا لا، خاصه يبدا عنده 4 صغار و5 صغار ذراري تقعد نهار كامل تلعب في الشوارع. بالحق معناش بكل، حتى دار الثقافه مره بعد قداش باش يعملوا لهم تنشيط ولا حاجه. مادام فماش كون يراسها البلديه ما يمشوش بالقوانين نتاعهم. عندنا هو منطقة صناعية ورانا من تالي من كل حفر أنا حكاية فارغة، ممكن 120 متر باش يعملوا لهم الروبي نتاعهم ما عملوهمش. طرقات هوني كيما تشوفوا معناها الأغلب نتاعهم حالتهم راشية، ما عندناش مناطق خضراء إلا الصغار ولا حتى الكبار كله تترفع ولا يديروا شيء بصغيراتها ولا تبدل الجو، هذا زاد ما عندناش. بلاد كاملة ما عندنا حتى معمل اللي خدم العباد. في الشارع الرئيسي كما هيك تلقى الوسخ معناها على طول النهار، وزيد معناتها الظلام في الليل ديما ظلام. تنقص نظافة في الزبلة، مصلخ بلدي يلزم ترجع المرشي يحل الدخل باش تولي الموفمون فيه حركية كبيرة، فهمتي؟ ومثلا لا فيه لا خضار لا حوات لا حد شيء، فيه زوز دجاجة واني مثلا الحانوت تسمى المرشي هذا فيه الزحوان تبرك.
ويعملوا لنا نصاب نتاع حوت، نصاب نتاع دجاج. ناقص المرشي البلدي. ناقص 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 برشا برشا. راكم تشوفوا حالة الكياس، وخصوصك وقت تصب الأمطار ولا حاجة فيض النت ما تتصورهاش من الروائح الكريهة نتاع الناس. البنية نتاع الليسي القديمة نتاعنا ورز زغواني من هيك صدقني، ولا بؤرة نتاع فساد وكر للفساد. في خناس ناقصنا برشا حاجات كيما بوصة، ماذا بينا بوصة أخرى كيما يقولوها مرافق للترفيه لصغارنا. الناس منظمة للرحب شوية وداخلة بعضها، وكوامن تبدأ تضياق هنا العشية، واللي ينصب نصابة ياسر وكراها بياسر تقعد هنا مسكرة ساعات. يلزمهم مرفق للترهيب تاع صغيرات، يلزمهم مثال هذا اللي سي القديم علاش ما ياخذوش ترجعش البلدية، يولي مشاريع، يولي برشا مشاريع للناس. كانت تشوفوا الطرقات خاطر خلاص مش الطريق هذا برك راهو طريق خلاص كبيرة ياسر حتى قريب البنبلة، كان تشوفوا الطرقات غادي سي نورم قداش مكسرين واحد بالكهرباء نتاعو معناها يتحب له أربعة مرتسارات في العام. أنا تعمل كياسات تخدم البلاد، ناقصة برشا حوايج برشا، حتى في شوية ليكيبمون البلدية ناقص. ما عندهاش تكتورات برشا، ما عندهاش يعني حاويات تاع زبلة برشا، ما عندهاش ما يكفي يعني. ناقصنا فضاء ترفيهي للأطفال، ناقصة، وناقصة دار ثقافة مسكرة، وناقصة ما عندناش وين معناها فضاء حتى نتاع كورة ما فماش. عمركش فضاء نتاع كورة يجي في آخر البلاد 3 كيلومتر. وستاد زاد نتاع بني حسان بعيد علينا ماهوش قريب، لازم ترونسبور باش نوصلوا له. النظافه اللهم صل على النبي امور مريقله. عندنا وكان مشكله الكوامن هذه اللي تتعدى من هنا، الكياسات هذه اللي تهلك في الكياسات. ناقصها برشا، ناقصين ما عندنا شيء، عندنا نحبوا بنك احنا هنا، عندنا قباضه وعندنا بلديه وبوست، لسه مش تيح على صغارنا. أول حاجة النظافة منها ما فماش نظافة، ثاني حاجة زرديس منطقة سياحية ولا المناطق تاعها تاع السياحية ما تشوفيهاش كمناطق سياحية، الطرقات كلها مكسرة، أي مقاول يعطوه خدمة في زرديس أنت لا يخدمها ويخدم الشطر نتاعها ويمشي. طرقات ضيقة نطلبوا منها بالنسبة للستاسيون نتاعها لازم يعملوا باركينج ولا حاجة للستاسيون للتاكسي للسيارات، ولا نهار فردي نهار زوجي والوقوف بالنسبة للسيارات العادية. الكار الحافلات يعني ما لهاش محطات مسويه، يعني كانه يلزم تحط لها الشركه الجهويه للنقل تحط محطات مهيئه للركاب للصعود والنزول. موبيلات الكياسات زاد فما فيها حاجات معناتها محفره فيها حاجات، مع ان قاعدين معناتها يعملوا مازال فما حاجات ناقصه برشا معناتها. بالنسبة للأسواق زاد حتى هي فما تعب كبير كما سوق الجماعة، كما ما عندناش أسواق قارة. تحسين الطرقات، نصب الفضلات
لازم يحسنوه. ماذا بينا نحبها تولي منطقة سياحية مع السوق الأسبوعي، ما عشوائي، ما السوق الحق يا رب، مش منظم، لازم يتنظم. نظفونا قدام الديار، راهي الزبل كثرة ياسر والوسخات ياسر والوشوشة كثرة ياسر. ثم نسموهم القطعيات، يعني محميات بيئية موجودة، محميات بيئية، ونستغرب كيفاش وزارة البيئة تحط توافق على ما يصب ثم في المنطقة هكيتا، وثم وقت المد والجزر يجي المي يوصل حتى ثم ويدخل ويهز غادي، يعني هاك البوغيل وهاك الواحد اللي كنا والحوت البرشة أنواع انقرضت، انقرضت والله انقرضت. معناها يزرعوا شوية نقولوا شجر ومساحات خضراء، فهمت، خاطر معناها تحسها ما فيهاش حتى معناها نقولوا جردة. الحاويات نقص، أنا النظافة نقص، الكمائن هضم اللي يجر شغلات نقص كذلك، ثم هذا المناطق الخضراء هذه والأشجار هذه يحسنوا من سواء من الخدمات المسداة للمواطن اليومية، سواء من الانفراستركتير المتواجدة اللي هي تعتبر منها هشة في هذه المناطق منها الجبلية الصعبة. الطرقات، النظافة، وسائل النقل، ماذا بينا النقل الحضري وكذلك النقل بين المدن، النقل العاصمة، هذه كلها مشاكل تعاني منها منطقة برخداش. نطلبوا منهم باش يوفروا لنا برشا حاجات. أول حاجة لي بانو والحاجات هذه، اللافتات وكل شيء اللي تدل على أنه المواقع الأثرية، إدخالنا في المسلك السياحي البيئي والسياحي الصحراوي والجبلي، الرابط ما بين ولاية تطاوين وولاية مدنين وولاية قابس وقبلي. من المداخل والكياسات والطرقات والضوء كل ما هو نظافة وكل ما هو تحسين في البلاد. مشاكل الكلاب، واحد في الحوام مشي تقوم الصباح باش تمشي ما تنجمش تمشي، مثال نحكي لك. وبالنسبة للطرقات، الطرقات كلها تعبة، هاك تشوف تو بداوا هاو يصلحوا، لكن بعد ما صلحوا ديجا تشوف الماء راكح، شيء لا يصدق. نجم قنطرة عبور، معناها نجم فيها شيرة، نجم عرفت كيفاش، أنا يعني كان البطاح يخدم فيها وسط نجم ثم شيء، معناها البرت هاك طريلة ما فيها شيء. نجم بالنسبة للبلدية نقص الماء، نقص الضوء، نقص التنوير العمومي، نقص أخيرا معناها كانوا وعدونا بالطبي هذه القلالة ومشت على روحها، إلى حد الآن ما صارتش وتحولت. إن شاء الله يكونوا عند حسن ظن وما يخلوش في متي ولا حاجات اللي جت باسم قلالة، ماذا بينا تبقى باسم قلالة. أهم حاجة في بغرارة هي الأمور العقارية، كل ما يتعلق بالبنية التحتية، تحسين الطرقات، تعبيد بعض الطرقات ولا المسالك الفلاحية، ربما معناتها كل ما يتعلق بالإنارة، كل ما يتعلق بالتهيئة، تهيئة السوق معناتها. وثم الأرض لازم نعملوها نسووها تسوية الأرض باش تنجم بغرارة تنهض، عملتني ولا وبرشا انتظارات بعدة مثلا مسلخ فضلات هم قاعدين يصبوا فيه في وسط سوق، لازم تخرج وتبعد على تبعد باش ما اضرار نضر منها العباده يمني في وسط البلاد، وبرشا مسلخ بلدي ما هوش زال ما جو
مش يعني ناقص برشا. وضعية البلوط ووضعية البحارة خاطر وضعيتها تعبة، وعندنا تلوث ياسر في الجهة، تلوث البحر، تلوث في شريتنا هذه ياسر البحر نتاعنا. إن شاء الله يشبحون طرق لتحسين جودة الإنتاج ويفتحون من غادي القنطرة، خاطر هي اللي تتولد تحسن مية.